زوجة أخي دائما تفتن بين إخوتي كلهم، وأخي يصدقها أكثر من عائلته. أنتوا انتبهوا لي طبعا حق نقطة هني، يمكن الأخ يكون متحمس حق زوجته وايد، والزوجة فعلا مثل ما قالت يمكن تتكلم وتربط عصاعص، احنا نقول ها، تفتن بين الأخوات لما يصير بينهم مشكلة. أنا أفضل فيهم نشوفه في مثل الحالات، في مثل الحالات دائما لما الواحد يتكلم، يعني أنا الحين مثلا عندي علاقة مع شخص والعلاقة جيدة، وتيون أنتوا تقولوا لي بس فلان ترى قال كذي كذي كذي، أنا في البداية ما راح أقبل كلامكم 100%. ليش؟ لأني أنا أعرف هذا الشخص وعلاقتي قوية معه، فبالتالي أنا عندي تعاطف معه، فكيف لما تصير زوجته؟ طيب والحل؟ شو الحل؟ يعني إذا احنا كلمنا أخونا ماكو فايدة، شو الحل؟ الحل بهالحالة أحد أمرين، أن إما أنا لما أتكلم معه يكون عندي دليل قوي واضح، والدليل القوي الواضح لازم يكون غير قابل للتفسير الآخر، يعني خلاص ثابت، وبالتالي هني هو ما يقدر يفسر تفسير ثاني ولا يقول أنتوا فهمتوها غلط، لا هي ما كان قصدها كذي، لا هي كان قصدها، ما في دليل واضح ورسالة واضحة. هذه الطريقة الأولى، ولذلك أنتوا لا تستعجلون تكلمون أخوكم لما يكون عندكم موقف ودليل واضح. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لو تقدرون بعلاقة ذكية بينكم وبين زوجة أخوكم وتكلمونها مباشرة، يعني إذا في تصرف مو عاجبكم أو غير مناسب، أنتوا بين أمرين، بين أنكم تخبرون أخوكم وبعدين تكلمونها، أو تكلمونها وما تخبرونها، يعني بس أخشى أنه تكلمونها وما تخبرونها تزيد المشكلة لما تروح تشتكي عليكم، فلما تروحون من طريق أخوكم يمكن يكون أفضل، إلا لو كانت علاقتكم قوية معها، هذا موضوع ثاني. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أنا أعتقد لو فعلا يعني الرواية هاي صحيحة أن زوجة الأخ قاعدة تفتن، وأنتوا يعني شفتوا قصص وشفتوا مواقف منها، خلاص يعني المؤمن لا يلدغ في جحر مرتين، يعني أنتوا عرفتوا شخصيتها وعرفتوا أسلوبها وعرفتوا وين هي كيف تصطاد بالماء العكر، فتجنبوها أنتوا، خلتكم في مسافة بينكم وبين زوجة أخوكم، يعني لا تعيشونها معاكم في الحلو والمر 24 ساعة، لأن أنتوا عارفين أنها تسوي لكم مشاكل، فخلوا في مسافة وعاملوها باحترام وتقدير كونها زوجة الأخو. فهذه ثلاث حلول للمشكلة اللي تكلمت معاكم فيها.